بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر الروايات تؤكد أن هذه المنطقة أول ما بني فيها بنيت على شكل مدرسة لتعليم الشرائع الإسلامية والعلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم. ثم هذا كان في القرن السادس الهجري، ما يقارب 570-80 في زمن الدولة الأتابكية. ثم بعد ذلك كان في زمن بدر الدين لؤلؤ، هو أيضا من هذه الدولة، بنى في جوار المدرسة مشهد مقام للإمام الباهر، ثم بني مسجد على أثرها في نفس هذه المكان. هو في زمن الدولة هذه، يعني ما تحدد الأسماء الأشخاص، بس أكثر شيء أنه بدر الدين لؤلؤ هو اللي بنى المشهد، بنى المشهد، مشهد الإمام الباهر، اللي هو الإمام الباهر ابن محمد الباقر، اللي هو زين العابدين بن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، من آل بيت النبوة، من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني إذا حسبناها من نهاية القرن السادس الهجري ما يقارب 800 سنة وشوية، ثم جدد أيضا في زمن المغول لما دخلوا الإسلام، المغول أيضا قاموا بإعمار في هذا المسجد ما يقارب سنة 699-98، يعني نهاية القرن السابع، وتوالت الإعمار على هذا الجامع، لكن الإعمار الحديث كان سنة 1939، ثم إعمار آخر صار في 1960s، يعني لما ظهر السمنت إلى آخره، لكن القبة كان لها وقت طويل، يعني سنوات طويلة، يعني مئات السنين. القبة المخروطية اللي شكل، يعني شكل نظامي رائع جدا، يعني وهذا ما كان كنا نراه في حبل القاسم القريب من المنطقة، على القريب على الشاطئ، والإمام محسن، هاي المناطق كان في نفس المستوى البناء كان. ثم جدد في الثمانينات، هو ما جدد، أضيف، كان يضاف إليه بناء. ثم في التسعينات أيضا كان له تجديد. جامع الإمام الباهر هو أحد أبرز الجوامع الموجودة في الموصل القديمة الأثرية والتاريخية، التي يعود تاريخ إنشاء هذا الجامع ما يقارب 780 سنة. في إنشاء هذا الجامع حسب ما ذكر في تاريخ المساجد أو الجوامع في الموصل القديمة أنه يعود تاريخه إلى 521 للهجرة إلى 630. يمتاز هذا الجامع بروحانيته الجميلة، والكل في الموصل القديمة يحبون هذا الجامع، خاصة في محلة المشاهدة والشيخ فتحي وباب المسجد والأحمدية في صلاة الجمعة والعيد، الناس كلها تفرح عند دخول هذا المسجد، فيه نوع من الروحانية والجاذبية في هذا الجامع المبارك. كان جدي الله يرحمه يعني في هذا الجامع ما يقارب، في هو مواليده 1888، وكان مؤذن وخادم في هذا الجامع، ومن بعد والدي كان أيضا يخدم هذا الجامع، ومن بعد أخويا كان خالد أبو اسلام أيضا في الثمانينات كان يخدم هذا الجامع، ومن بعد في سنة 1991 كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة الشيخ محمود أبو حفصة كان إمام وخطيب هذا الجامع المبارك، كان يحتاف الشباب والأطفال، يعلمهم أمور دينهم ويحفظهم القرآن الكريم، وأنا كنت أحد
تلاميذه، درست على يده علوم القرآن والفقه في هذا الجامع المبارك، وكانت هناك يعني خيرات كثيرة في هذا الجامع. علمنا شيخنا محمود أبو حفصة رحمة الله عليه على التكافل الاجتماعي ودعم الأرملة واليتيم والمسكين والفقير، وكان صندوق هذه المنطقة التكافلي الاجتماعي كان هو جامع الإمام الباهر. حي على الفلاح، هذا الجامع يقع الآن تم حتى تكون البينة على بينة في منطقة الحدود، يعني منطقة إدارية ما بين الشيخ فتحي وما بين المشادة. المشادة الآن هي جنوب الجامع مقابل المحراب، إذا خرجت أنت من الباب راح تكون هذه المنطقة المقابلة كلها تسمى منطقة المشادة، وما خلف الجامع فتسمى منطقة الشيخ فتحي. نحن نوعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، نوعي إلى الله يرحمه سيد دحام. سيد دحام رحمة الله تعالى عليه، نحن كنا صغار يعني ما أذكر لك خطبته، لكنه كان هو إمام وخطيب هذا الجامع، ثم بعد ذلك كان ملا عمر رجل كردي رحمة الله تعالى عليه، هذا عشنا معه سنوات طويلة في الجامع، أيضا كان إمام وخطيب الجامع. كان الجامع في هذا المكان وغرفته في نفس الغرفة الآن اللي الآن موجودة، غرفة صغيرة الآن إذا انتبهت عليها، نفس الغرفة كان يقعد بها رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك توالت على الحاج أحمد النوري رحمة الله تعالى عليه، كان هذا رجل معلم متبرع بالخطبة، استمر في الخطبة أيضا سنوات طويلة، ومعه كان رحمة الله تعالى عليه الشهيد محمود أبو حفصة أخي قتلوه أيضا. القاعدة 2008 كان يعني خادم المنطقة بشكل فظيع، فكان هو أيضا فترة طويلة إمام وخطيب في الجامع الله يرحمهم جميعا. ثم بعد الإعمار أنا خطبت في جامع مترات متقطعة، لكن الآن مستمر في متعين في هذا الجامع إمام وخطيب للجامع. الحمد لله كان هناك دورات مستمرة، احنا تربينا في هذا الجامع على أيادي اللي قبلنا والقبلنا وهكذا، يعني رحمة الله تعالى عليهم الذين ماتوا كان إدريس الكلاك كان هنا في هذه المنطقة يقوم بالدورات، الله يرحمه الخضر اللي كان خادم مؤذن في الجامع، ومن العمر نفسه كان، وعبد الحميد الحلبي الآن هو طيب الله يعطي الصحة والعافية أيضا كان مشارك في دورات، بالإضافة إلى إذا أخي الشهيد أبو حفصة كان له دورات مستمرة وطويلة في هذا الجامع، لأن احنا تربينا في هذا الجامع ونشأنا في هذا الجامع.
المنطقة قلنا منطقة المشاهدة، منطقة المشاهدة يعني سكنها أكثرهم من المشهدانيين، مشاهدة يعني عشيرة المشاهدة في هذه المنطقة بشكل كثير، ومعاهم آخرين يعني كثير، لكن هم اللي مستغلين المنطقة. لكن ما صار خطيب يعني كان ما صار عندنا خطيب من المشاهدة رحمة الله على الجميع، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني هذه فخر لنا أنه إحنا من ذرية الإمام الباهر رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه، لأن إحنا البجاريين من ضمن هذه العائلة، نعود النسب منا إلى تلك العائلة الشريفة الحسينية رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان أي أرملة أي يتيم أي محتاج يجي إلى هذا الجامع، نقوم بعملية استبيان ونتحرى عن قصة الأرملة واليتيم والمسكين اللي يقع بيته اللي هذا، فيقوم هذا الجامع بجمع الأموال وبناء البيت. وكان أيضا هناك عمليات جراحية لبعض الأطفال والنساء والرجال، كانت تجمع هذه الفلوس وتنفق على هؤلاء الناس المحتاجين في هذا الجامع المبارك. هاي النقطة جدا مهمة، هذه من جامع الإمام الباهر كان حريص على أن تكون المنطقة بأتم ما تحتاجه، وفعلا كان إمام جامع الإمام الباهر يعني في سنة من السنوات قبل داعش كان هناك انقطاع للجسر، وسيارات الحمل الكبيرة اللي تقف طابور من الجسر الخامس يعني إذا تعرفون المناطق إلى نهاية اليرموك، يعني مسافة مئات السيارات واقفة بقيت 3 أيام 4 أيام، وكان منع تجوال. فالحقيقة كان المنطقة بذاك الوقت يعني في هذا الجامع المبارك، نخينا المنطقة يا إخوان سواقكم من العراق كله، من النجف ومن بغداد ومن أربيل، وحتى كان من خارج العراق، يعني ما يطيق سيب سيارته ولا يعرف يصب يأكل ولا يشرب. فكانت حملة كبيرة جدا، المنطقة في نهاية الأمر انقلم كافي كافي كافي، قولون كافي ما نحتاج بعد. هذا من أبرز المواقف. ناهيك عن مواقف، أيضا كان هناك أيضا حضر تجوال فترة قبل داعش، يعني بداية قبل داعش كان عندنا الأقسام الداخلية القريبة من المنطقة أيضا كانت بأمس الحاجة، طلاب بأمس الحاجة إلى الطعام والشراب. فهذه المنطقة أيضا من انطلاق من انطلاقة كانت من جامع الإمام الباهر
وكذلك بعثت لهم الأغذية والأشربة بحيث أنه مدت حياتهم إلى حين انقضاء الأمر كان ذلك. وهكذا كانت ولا زال جامع إمام البار الحمد لله يعني فعال للخير ومنطلق للخير من أجل إعادة المنطقة وإعمارها. وكان هذا الجامع يعني حقيقة نبراز للمنطقة من أجل إعادة المنطقة. صحيح وتأخر الجامع لكنه أهالي المنطقة النشامة والغيارة يعني قاموا بخدمة نفسهم، اخدم نفسك بنفسك، فتبرعوا بأنفسهم لخدمة المنطقة فقاموا بزيادة الأنقاض، ثم التبرع من المحسنين والطيبين والمنظمات وقليل من المشاركين من الدولة. حتى الدولة كان لها جهد في بناء المنطقة ولكن تحتاج أكثر وأكثر، لأن الدولة هي اللي تقدر أن تعيد المنطقة على أتم وجه. موجود في رمضان هذا حدث ولا حرج في رمضان، يعني في رمضان الخير ما شاء الله عليه، رمضان الخير فعلا، رمضان يعني أبو الخير في التبرع للفقراء والمساكين، سلة رمضانية، الألبسة عن طريق الحقيقة أحد الأخوة اللي هو يعني يقوم بهذا الدور، أخونا ميسر أبو عبد الله ما موجود الآن، كان بدي أن يكون معكم لكن سبحان الله شاءت الأقدار أنتم جيتم في وقت وما موجود الآن، يعني له دور فعال في تبرع المساكين والفقراء والأيتام، يعني شكل عن طريق أيضا الأخوة المتبرعين والمنظمات والخيرين وإلى آخره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر. مع الأسف في 2014 لما جاء داعش كان عندنا الحضرة والمسجد، فأول ما فجروا الحضرة 2/9/2015، ثم تفجير كان، ثم بعد ذلك قاموا بجرف الجامع في بعد أيام أسابيع وانتهت الصلاة في الجامع وأصبح ركام، والحجة ادعائهم أنه هذا فيه قبر والقبر لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وهذه حجتهم حجة دامغة، لأن المسجد النبوي الشريف منذ مئات السنين هو بل أكثر من ذلك من زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز أدخل القبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى المسجد، وأصبح الناس يصلون في الجامع المسجد النبوي الشريف. المهم تم إعماره فيما بعد والحمد لله رب العالمين من جمعية فعل الخيرات بأستاذ سعد الله، دكتور سعد الله المسؤول عنها، والمهندس أحمد العمري بارك الله بهم جميعا، ولكن كان بأيادي المحسنين الذين قاموا بالتبرع لبناء هذا الجامع المبارك. في
في عهدي السابق ما كان مبني بمادة الأسمنت مثل ما مبني الآن في هذا يعني البناء الحديث، كان مبني من الجص والحجار، قبته نفس القبة ونفس الفصال ولكن كانت مبنية من الحجارة والجص. وهذه المنارة هي منارة حديثة كانت في 2012-13 عندما رجعنا من بعد تحرير مدينة الموصل، ساهم عديد من أهالي الموصل ببناء هذا الجامع المبارك، وكانت جمعية فعل الخيرات بقيادة الدكتور سعد الله الله يحفظه كان هو بإشرافه انبنى هذا الجامع على يعني على مثل ما يقول على ديزاين الحديث القديم، يعني هاي الأقواس وهاي المرمر والحلان والفرش كان في السابق أيضا موجود، فرجع على نفس الخريطة وشوية صار به نوع من التغيير كيعني خرائط أحدث من السابق، ولكن يعني مقارب إلى بنائه كسابقا وحديثا الآن يعني اختلف. كان موقع الوضوء وفي الجهة اليسرى صار باليمنى، وكان مصلى النساء في هذا الجهة صارت من هنا، كان فيه يعني نوع من التوسعة. جزى الله المحسنين من أهالي مدينة الموصل الذين ساهموا في إعمار هذا الجامع. وفي سنة 2018 قمنا صلاة العيد في هذه الأرض، وكان الجامع عبارة عن أرض قحلاء ومهدم، فصلينا بين الأنقاض حتى نوصل رسالة إلى العالم وإلى أهالي الموصل حتى يبنون هذا الصرح العظيم والذي هو اسمه جامع الإمام باهر، اللي هو مرجع الموصل القديمة وصندوقه التكافل مثل ما ذكرنا قبل قليل. كان أكو أخي العزيز يسمونه مشهد، كان هذا يقام شيء رمزي، ليس هناك قبر بالإطلاق باتفاق كل المؤرخين أنه يسمى مقام ومشهد وليس قبر، هذا متفقين عليه الكل. يعني طبعا جامع الإمام باهر ما كان به مغتسل، مثل ما تعرفون يعني في الموصل القديمة بيوتات صغيرة جدا وحماماتها وهذا كانت صغيرة جدا، فأخذنا هذه الفكرة أنه نضع هذا المغتسل للأموات حتى اللي بيته ما يساعد أنه يستطيع أن يغسل الموتى فيأتي إلى هذا المكان فنقوم بتغسيل الموتى في هذه. وهذه كانت فكرتي أنه أضع هذا المغتسل في الجامع حتى أهالي المنطقة كلها اللي يصير عنده حالة وفاة أنه يأتي إلى هذا المكان ونغسل الميت ونكفنه ونصلي عليه في نفس الجامع ويخرج إلى المقبرة. طبعا من أبرز الأئمة والخطباء في جامع الإمام الباهر السيد دحام رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، خطب وأما المسلمين في منطقة المشادة في جامع الإمام الباهر عشرات السنين، ومن بعد جاء الملا عمر الكردي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أيضا كان ما يقارب من 15 إلى 20 سنة يخطب في هذا الجامع ويعلم القرآن، ومن بعده جاء الإمام والخطيب أيضا أحمد النوري رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، كان أيضا عشرات السنين يخطب في هذا الجامع المبارك، ومن بعدها جاء شيخنا محمود يونس فتحي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كان يخطب في هذا الجامع المبارك، ومن بعده جاء أخوه الحاج ذنون الشيخ ذنون، هو كان الآن في وقتنا هذا الحالي هو الآن يخطب في جامع الإمام الباهر، هو إمام وخطيب. وكان هناك رجل يسمى الملا الأسود أتى من الهند وكان غرفته في هذا المكان. الملا الأسود كان من الحفرة، كان يحفظ الأطفال والكبار يحفظهم القرآن الكريم. الملا الأسود أتى من الهند طبعا وكان يدرس الأطفال ويفتح الدورات الدينية ويحفظ الأطفال والكبار، ومن أبرز الحفظة هو الملا وليد
أبو ياسر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قبل أسبوع توفى، كان من الحفظة وكان يأم المسلمين في هذا الجامع المبارك، وكان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان صوته جهورا وأهالي المنطقة كلها تحبه، وكان يقرأ القرآن في كل يوم اثنين، في كل يوم اثنين وخميس كان يقرأ القرآن، وفي صلاة الجمعة كان قارئا محفل في هذا المكان المبارك. Thank you.